بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 17. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل الكلام على قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسه. وقد تكلمنا على هذه الجمل من أول الآية في الحلقة السابقة، وتوقفنا عند قوله عن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يتلو عليهم آياته، أي يقرأ عليهم القرآن العظيم الذي ما نزل كتاب أعظم منه وأنفع منه. وكانوا قبل بعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا أمة جاهلة، وكانوا في جاهلية عظيمة، لا يعرفون كتابا ولا يعرفون أثرا من آثار العلم، بل كانوا في جاهلية جهلة وضلالة عمية. فجاء هذا الرسول بهذا النور الساطع يتلو عليهم آيات القرآن ويبينها لهم ويزكيهم، يعني يطهرهم بذلك من الذنوب والمعاصي. وكانوا قبل متلطخين بالكفر والضلال والشرك وأنواع الجرائم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يطهرهم من هذه الأدران ويزكيهم، بمعنى يطهرهم وبمعنى أنه ينمي فيهم العلم النافع بدل الجهل المطبق، ويعلمهم الكتاب والحكمة. يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا جهالا غير متعلمين، يعلمهم الكتاب وهو القرآن العظيم، ويفقههم فيه وفي معانيه وفي بلاغته ولغته، والحكمة وهي السنة وهي الأحاديث النبوية، لأن السنة تبين القرآن وتوضحه وتدل عليه، وهي الوحي الثاني من الله سبحانه وتعالى. كلاهما وحي، الكتاب والسنة. الكتاب هو الوحي الأول، والسنة هي الوحي الثاني. ويعلمهم الكتاب والحكمة، فيتعلمون هذين النورين ويتفقهون فيهما، ويخرجون عن ظلمات الجهل وظلمات الشرك وظلمات الذنوب والمعاصي، فيجمعون بين العلم والعمل، يجمعون بين العلم النافع والعمل الصالح، حتى صاروا سادة الدنيا وصاروا أعلم أهل الأرض بأحكام الشريعة بعد أن كانوا جهالا. ولهذا قال: وإن كانوا من قبل، أي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الجاهلية، لفي ضلال. الضلال ضد الهدى، كانوا ضالين على غير علم، على غير بصيرة، تخبطون في عباداتهم وفي معاملاتهم وفي سياستهم وفي جميع شؤونهم. كانوا أمة همجية، كان العرب أمة همجية، رغم ما عندهم من كرم من الكرم ومن الشجاعة ومن حسن الجوار
لكنهم من ناحية الدين والإيمان والعلم كانوا صفرا مفلسين من بين الأمم. وحتى من الناحية المادية أو الناحية المالية والاقتصادية ليس لهم اقتصاد، وإنما يعيشون على السلب والنهب وأخذ القوي للضعيف. هذه الأمور كلها ضلال في ضلال. فلما جاء هذا الرسول صلى الله عليه وسلم انتشلهم من هذه الأحوال الرديئة إلى أن رقاهم في المجد والشرف والإيمان والعز والنصر، وصاروا سادة الدنيا بهذا الإيمان وهذا الدين واتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، صاروا علماء بعد أن كانوا جهالا، وصاروا أغنياء بعد أن كانوا فقراء، وصاروا ساسة بعد أن كانوا بدائيين، وصاروا أبطالا مجاهدين، وصاروا معلمين للبشرية جمعا، سادوا الدنيا بعلمهم، وسادوها بحلمهم، وسادوها بعدلهم، وسادوها بديانتهم وتوحيدهم لله عز وجل. فهذا أعظم المنة التي من الله بها على المؤمنين، نعمة لا يعدلها نعمة، لأنها نعمة في الدنيا ونعمة في الآخرة. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة المحمدية، وهذا يتناول كل من اتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم من العرب ومن العجم ومن الجن والإنس، لأنه رسول الله إلى الناس كافة، وليست رسالته إلى العرب خاصة، وإنما أرسله الله إلى الناس كافة. فكل من آمن به واتبعه فإنه يحوز على هذه المنة العظيمة وهذا الشرف العظيم، ومن كفر به فإنه يبقى في ضلاله ويبقى في شركه وكفره ورجسه، وإن كان من أعرق القبائل العربية لا ينفعه النسب. قال صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولهذا الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم من الأعاجم أو من الموالي أو من أي جنس كان صاروا أفضل من سادات قريش الذين لم يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم. وهذا أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا فيه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وذلك بسبب أنه لم يؤمن بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. والمنة إنما كانت للمؤمنين خاص، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من أتباع هذا الرسول المتمسكين بسنته، وأن ينالنا هذا الشرف العظيم وهذه المنة الإلهية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.